السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الجزء الثاني من محاضرة الأوسيراميك روستريشن. كنا تكلمنا في المحاضرة السابقة عن ماهية الأوسيراميك روستريشن كأدفانتج ديزادفانتج. تكلمنا كمان على كلاسيفيكيشنز أوف ذا أوسيراميك من ناحية الماتيريالز، وكنا انتهينا في المحاضرة السابقة عن كلاسيفيكيشنز أوف ذا أوسيراميك أكوردنج تو ذا تكنيك. اليوم حنتكلم على هذه التكنيكات الأربع تكنيكات. هنبدأ بالتكنيك الأول اللي هو السنترنج تكنيك. السنترنج تكنيك هذا التكنيك هو الذي اخترعه العالم لاند اللي ذكرناه في المحاضرة السابقة في عام 1889. ايش كان يسوي العالم لاند؟ وزي ما انتم شايفين في الصورة هو ما كان يستخدمها لضعفها الا في حالة الكراونات، مش ممكن يستخدمها في البريدج. كان هذا العالم لاند يعمل بعد ما يحضر يعمل طبعة ويقوم يقسم الكاست الدنتال كاست البوزيتيف، يقسمها الى قطع صغيرة احنا اللي نسميها دايز او الدنتال دايز. هذا الدايز ياخذ مثلا لو كان يشتي يعمل سنه على السنترال تلبيسه سنه محضره، ياخذ هذا الدايز ويقوم يغطيها بقطعه من الفويل ماتريكس او من القصدير. اذا بياخذ الدايز لحالها ويقوم يغطيها كلها اللي مصنوعه من جبس، يغطيها كلها من قصدير، فسميت الان هذه القطعه كلها اللي هو دايز فروم سيلفر، او بيكون عندك دايز او مجسم سنه واحده مصنوعه من الفضه. وما هو الخزف اللي كان يستخدمه ذاك الايام؟ كان يستخدم خزف ضعيف اللي تكلمنا عنه الاسبوع الماضي اللي هو اسمه فيلدسباثك بورسلين اللي يسمى جلاس سيراميك. اذا حيكون يبني بهذا الشكل. حنشوف الان اذا زي ما اتفقنا حيكون حاجه اسمها سيلفر بليتد دايز. منين جاءت؟ من تغطيه هذا المجسم الدايز الجبسي مصنوع من الستون، غطاها بالسيلفر. وحيبدا بعد ما يسوي هذا القصدير يعمل ادابتيشنز عليه، يعني يكون متكيف بالضبط على الفينشنج لاين هذا الدايز، ويبدا يبني عليه الفلسباتك بورسلين طبقه طبقه الى ان يتكون عنده الشكل النهائي. حيقوم يدخل بالفرن يعني درجة بسيطه علشان يتماسك شويه ويشيل القصدير، وبعدين يطلع له هذا الشكل النهائي. اذا فكره عملها السنترينج انه هو بيكون مصنوع على قصدير. طيب واحد يقول ليش سويتها قصدير اصلا؟ لانه لو بنى الخزف مباشرة، هذا الخزف لو بناه مباشرة فوق الجبس فوق الدايز اللي شفتها قدامكم الان، لو جيت بنيت الخزف البودر والليكويد العجينة فوق الجبس، الجبس سوف يمتص الليكويد ويحصل لي مشاكل في بنية الخزف. لكن القصدير بيمنع اختراق الووتر المكون لهذا الخزف العجيني ويخترق الى الجبس. طيب ايش مشكلة هذا الخزف؟ المشكلة يا جماعة عفوا كان يحصل شرينكج ما بين 30 الى 40%. يعني تخيل لما يجي دكتور يسوي لك، نرجع على الصورة السابقة، تخيل انه لما كان بيبني لك هذا الشكل كويس ويجي يدخلها بالفرن، لما يخرجها تكون عندك السنة انكمشت. طبعا هو بيدخلها في الأخير بدون قصدير، يعني في يعني تصلب نهائي بدون قصدير علشان ما يتحللش القصدير ويعمل لي مشاكل في الخزف. فكان يدخل الدخول الاولي علشان يتماسك الخزف، بعدين الدخول النهائي بدون القصدير. يجي يخرجها من الفرن هذا الخزف، يجي يدخلها في هذا الدايس ما تدخلش لان انكمشت من الخارج من الداخل. تخيل اني صغرت معاك 30 الى 40%، ما هو السبب؟ العلماء قالوا الانكمش اللي حصل 30 الى 40% كانت هذه الخزف يعني جزيئات الخزف كانت وهي عجينه بهذا الشكل، لما خرجت بقيت منتظمه. بس الانتظام هذا ما كانش مستحب، لانه كان قبل ما يدخل الفرن كان في عندي فقاعات هواء، كان في عندي فقاعات ماء. فلما دخل الفرن بدا الهواء والماء يروح المكون الخزف، فتبخر الهواء مع الماء، الهواء والماء مع الحراره، بالاضافه انه في عندي اندماج لهذه الكرات اللي احنا نسميها ذرات الخزف. فلما اندمجت بدا يصغر عندي الحجم. اذا لو يجي يقول لك لماذا انكمشت ذرات الخزف اول ما دخلت الفرن؟ لثلاثة أسباب أساسية: لوز اوف ووتر تبخر الماء، إليمينيشنز اوف فويست فقدان الفقاعات اللي هي حق الهواء، وكمان ميلتنج اند فيوجن اوف باودر بارتيكلز بدأت تندمج كل واحدة. تخيلوا معي كل كرة اندمجت مع اللي جنبها فهتكون يكون اندماج فتصغر عندك إجمالا هذه المنظومة كلها. طيب العلماء على رسم العالم لاند قالوا طيب نفكر نحل هذه المشكلة، ما دام عرفنا الأسباب نحاول نحلها. فإيش قاموا يسووا؟ قالوا حنكون لما نبني الخزف هنا، شوفوا بيبني الخزف هيكون ياخذ فاين
ويكبس على هذا الخزف اللي لسه تعجن. ليش يكبس أو يعمل good condensation؟ لما يعمل condensation الخزف اللي لسه طري بيحاول يتخلص من الهواء وكمان يتخلص من الماء اللي هو ممكن هو يسبب عملية الانكماش. إذن يحاول هو يصغر يعمل طبقة خزف بعدين يعمل فاين أو أي حاجة تنشف الهواء وتنشف الماء علشان من البداية قبل ما يدخل الفرن يكون قد الحجم صغر. بعدين يعمل إيش المحاولة الثانية كان يعمل أديشن لايرز كان يعمل إيش طبقات يعني زي ما الكومبوزيت شفت ما يعمل كومبوزيت في فم المريض حشوة بيضاء كلاس فور مثلا بنعمل طبقة كومبوزيت بعد اللايت كيور بعد طبقة كومبوزيت علشان بنخاف من الانكماش بالإضافة إحنا بنتأكد إنه تصلبت معي كل الطبقات. لكن أنا عندي هنا بنعمل هنا good condensation أحاول أضيع الهواء والماء وكمان كان أحد محاولاته إنه كان يكبر الجزيئات حق الخزف علشان يعني يضيع الهواء والماء عن طريق تكبير جزيئات الخزف بس ما كانش محاولة كويسة للنقطة الثانية فكان يعملوا addition layers علشان كل ما ينكمش معاك يعني يعمل طبقة بعدين ينشف هواء ينشف بالفاين ينشف الهواء مع الماء. في الأخير طبعا هذه كلها recommendations ما هي التوصيات علشان ما يحصلش هذا الانكماش. في الأخير إيش سوى العالم لاند؟ قام يسوي نرجع لهذه الصورة قام يسوي لو كان افترضنا هذه الذرات وسط كان يعمل ذرات صغيرة بين هذه الذرات الوسط ذرات صغيرة صغيرة بحيث يشغر الفراغ اللي هو كان مشغول بالماء والهواء يشغره بإيش؟ بخزف لكن إيش حجمه يكون فاين صغير. إذا قام يدخل ذرات صغيرة بين الذرات الكبيرة بحيث كلما قلل كمية الهواء والماء كل ما يكون عندك more dense porcelain. لكن مع الأسف أين استخدمها؟ استخدمها في الأسنان الكراونات فقط. بيقول لنا 70 سنة طبعا هذا الخزف اللي هو تكلمنا عنه قبل شوي السنترينج بقي فترة يعني كراونات لكن الناس قالوا نشتري بريجات بالإضافة أنه كراونات كانت ضعيفة فزي ما قلنا في المحاضرة السابقة خلت الأطباء يرجعوا للميتال أو يخترعوا الميتال سيراميك علشان السترينث لأنه كانت السنترينج اللي هو الخزف الصافي الجاكيت كراون كانت ضعيفة. التكنيك الثاني هو جاي يحل مشكلة ليش ما نستخدمها في الأضراس الخلفية ليش ما نعمل منها بريجات فاخترعوا تكنيك اسمه سليب كاستنج تكنيك. هذا التكنيك الثاني في محاضرتنا. التكنيك الثاني عبارة عن ماتيريالز اسمها هاي سيرام. ايش كان يسووا؟ فاكر لما كنا نتكلم عن الخزف مع المعدن في محاضرات سابقة كنا الخزف مع المعدن لما يجي واحد يسوي التركيبة للبيشنت بيعمل اول شيء كور او بيكون عندك السبستراكشر الجزء الاولي من معدن بعد بيغطيه الفني بخزف جلاس عشان الشكل الجمالي. التكنيك هذا تقريبا نفس الشيء كان يعمل كور او سبستراكشر بس بيكون من خزف بعد نغطيه كمان فوق بخزف اقوى بخزف اجمل يعني الخزف اللي تحت قوي لكن الخزف اللي فوق زي ما انتم شايفين في هذه الصوره هذا بتشوفه عندك هذا السن المحضر الازرق بعد بيعمل لك اول طبقه اللي هي بتكون خزف قوي بعد الطبقه اللي فوقها الخزف الجميل. طيب كم نسبة في الهاي سيرام كم نسبة الخزف الأول اللي هو القوي اللي يسموه كور اللي هو عنده هاي سترينث وكم نسبة الخزف اللي فوقه الجميل اللي هو جلاس سيراميك؟ كم في الهاي سيراميك كان يعملوا 40% كور من خزف قوي يكون من مادة اسمها مادة الألمونيا سيراميك. إذا ألمونيا مش ألمونيوم لا ألمونيا ألمونيا هذه نوع من نوع الخزف اللي هو منافس للزركون قوي جدا ولونه أبيض. هذا خزف هيكون هنا 40% منه و 60% جلاس سيراميك. إذا ما استفدنا من هذه التكنيك إنه بيكون عندي هاي سترينج. بس المشكلة عندي إنه لما بيصنع هذا ليش العلماء ما بيحبوش هنشوفها في الديس أدفانتج إنه لما بتعمل بس الكور هذا اللي هو من الألمونيا بتدخل الفرن كذا مرة تقريبا مرتين فيأخذ وقت ويأخذ منك تكلفة. هذا الهاي سيرام لما يجي يشوفوا طبعا هذه الحالة جبنا صورة ثانية هذا الكراونات اللي بتشوفها قدامكم من الهاي سيرام يعني بيكون عندها قوة أحسن من التكنيك الأول اللي هو سنترينج. طبعا ليش سموها سليب؟ سليب ما معناه بالإنجليزي تزحلق تزحلق. طيب من اللي بتزحلق على من؟ معناها أنه أنا عندي هذا الكور اللي احنا سميناه من الألمونيا اللي هو 40% بعد ما بيدخل الفرن بيكون عندك مثقب بورس يعني السبستراكشر أو الكور بيكون بورس مثقب بعد ما دخل الفرن مرتين بيحط فوق طبقة خزف أخيرة اللي هي جلاس 60%
بيدخله في مرة ثالثة، في بيحصل لهذا الخزف ميلتونج أو بيحصله ذوبان. الذوبان حق الطبقة الأخيرة حيدخل في إيش؟ في الطبقة الأولية اللي إحنا سمينا ألمونيا. إذا ألمونيا قلنا خزف أولي هو الأساس، بيجي فوق الخزف الزجاجي. هذا الخزف الزجاجي لما يذوب يدخل في مسامات اللي إحنا قلنا المسامات حق الكور. فيدخل في يكون عندك combinations of two pro، بيكون عندك combinations of materials حلوة، بيكون عندك excellent fit، بتكون عندك ثابتة مع خطومة الحواف بدون أي shrinkage. الشرينكج اللي إحنا ذكرناه في السنترينج تكنيك، أنت عارف ليش كان ما بش عندي excellent fit في التكنيك السابق؟ ليش هذا ما بش عنده excellent fit؟ لأنه كان الدكتور، أنت عارف ليش كان يسوي؟ كان يعمل different layers، كان يكبرها، يكبر التلبيسة عشان يعمل حساب إنها هتنكمش، وكانت حتى من الداخل تنكمش. فكان الدكتور بعد ما تنكمش ومع بتدخلش في الدايز اللي هنا في التكنيك الأول، كان يضطر إنه ينقص من داخل بالهاند بيس، إذا ما بتكونش مضبوطة على الفينشينج لاين اللي حضروا في فم المريض، فكان عنده poor fit. لكن هذه لا والله بيجي حقها excellent fit، مضبوطة على الحواف لأنه من مادة قوية ما بيصلش أي انكماش. ويعني إذا هذه الصورة طبعا، هذا الكور هذا بدأ يبني الخزف الصافي، الجلاس النوع الثاني، ودخل فم دخل في الفرن تصلبت بعد عملها مادة الجليز. العلماء عجبهم الفكرة هذه، قالوا فنحن نستخدمها في الأنتيرا كراون، لازمنا في الكراونات فقط أنتيرا كراون والبوستيرير. أوكي، هم كانوا بيدوروا على البوستيرير، قدروا بالهاي سيرم إنهم يدخلوا في البريمولرز، بس في شرط إنه يكون البيشنت عنده ليميتد ستريس. قالوا طيب لو عنده السكس والسيفن ممكن، قاموا بيستخدموا مادة نفس الألمونيا بدل ما كانت 40%، زودوا النسبة بدل ما كانت 40% ألمونيا و 60% جلاس، قالوا خليها 80% ألمونيا، يعني اللي هي متسببة في قوة الماتيريالز حق السليب كاستنج في الهاي سيرم 40%، قالوا زيدها 80% حنقدر نوسع استخداماتنا لهذا الخزف. فبقي عندك الألمونيا هنا 80% و 20% اللي هو خزف زجاجي عشان الشكل الجمالي، فبقي عندنا stronger than high serum، أكيد حيكون أقوى لأنه زودنا نسبة الألمونيا اللي هي مسؤولية الكور السبستركشن. فكانت استخداماتها فين؟ حتكون عندك strong ceramic السيرام، وبقي عندك proper fit، يعني أكيد مادام زودنا نسبة حق الكور بتكون عندك fit أكثر، والشكل الجمالي لا يزال موجود. طيب أنا هنستخدمها خلاص، هنا استخداماتنا زادت anterior posterior بريمولرز، ولا والله قد بقي عندك حاجة اسمها anterior bridge بس بيكون short span مش زي هذا، طبعا هذا طويل، بيكون معك 3 unit bridge. طيب ما هو عيوب الانسرام؟ طيب ما دام زيدنا الألمونيا 80% يكون حيكون الهاي كوست أكثر غالية، وكمان بيكون عندك مانيفاكتشر اللي احنا قلنا بتحتاج 2 فاينل بروسيجرز، تحتاج الى تدخله بس الكور نفسه تحتاج تدخله مرتين غير الجلاس. فما دام زودت الالمونيا 80% حتكون كمان الوقت اطول. طيب نجي على التكنيك الثالث، حناخذ منه بس حاجه بسيطه اللي هو يسموه هيت بريست سيراميك، اللي هو السيراميك اللي مستخدم فيه الحراره مع الضغط. الفكره بكل بساطه انه الدكتور الفني بيعمل تلبيسه من شمع بهذا الشكل اللي احنا نسميه ووكس باتر، اللي بعدين حتدخله في انفستمنت ماتيريال زيه يعني ما بش اختلف لحد الان من اللي كنا نتعلمه، انه لما كانت التركيبه ميتال سيراميك او نسوي التركيبه ميتال سيراميك بيعمل هالتلبيسه من شمع، بعدين بيدخلها في انفستمنت ماتيريال، وبعدين بيستخدم تكنيك الووكس بورن اوت تكنيك. نراجعها، هذه التلبيسه الشمعيه قلنا دخلها في انفستمنت ماتيريال، وبعدها بيعمل بيرن اوت عشان يعمل الوكس اليمينيشن يحاول يزيلها. فاذا دخلناها في انفستمنت ماتيريال اللي هو جبس حراري واستنينا لما يتصلب، يعني بعد ما دخلها في هذا الانفستمنت ونستنى لما يتصلب، طبعا انفستمنت للعلم انه اول ما يتصلب هو يسخن في نفسه، هو يسخن فيسخن الانفستمنت ويبدا يذوب هذا الشمع، بيدخل الفني مره ثانيه في فرن علشان يتاكد انه في عندي هذا التجويف او هذا الكافيتي، وبعدها بيقلب هذا المجسم او الانفستمنت كلها ويدخل بدالها ايش؟ هو طبعا هذا اخذنا في الدنتال ماتيريال، يدخل اذا تش دخلها معدن تش دخل ذهب تش دخل خزف، فحيدخل هنا ايش؟ حيكون في معك خزف جاهز اسمه سيراميك انجوت، قوالب خزفيه جاهزه، بيسخنها هذا السيراميك انجوت، شوفوا هذه
طبعا هذا قدو فراغ هواء، هذا القالب الخزف، وبيعمل عنده في حسمة ألمونيا بلنجر اللي يعمل زي الكابس، زي اللي شفت تذكر الكابس حق عصير الجزر. بس تخيلوا هنا بس كبس قوي بحرارة عالية بضغط عالي، إذا بيدخل هنا في هذه الفراغ اللي كان هو كان شمع وراح الشمع، بيدخل في هذا الفراغ خزف صار له مع الحرارة والضغط يبقى زي السائل، فيدخل في هذه المسامات في هذا الكافيتي، فهيكون نشوف هذا الصورة نصها ممتع، شوفوا كيف هيكون. هذا طبعا قدو فراغ، هذا اللي هو السيراميك حقنا البلوك، وهذا بيكون عندنا ضغط حرارة عالية بيضغط على الخزف السائل فهيدخل إلى داخل الكرام. طيب إذا أنا حولت التلبيسة الشمعية إلى إيش؟ إلى تلبيسة خزفية. إيش أنواع الهيت بريس سيراميك؟ القوالب اللي قدامكم إيش صناعتها؟ بتكون مصنوعة يا إما من الـ IPS إمبريس اللي هو من الليثيوم من الفلسباثيك اللي هو ضعيف شوية، إحنا تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة، والإمبريس 2 اللي هو الليثيوم بلاسيليكيت والإي ماكس هنتكلم عنه. خلينا نتكلم على أول واحد الإمبريس. طبعا موضوع الإمبريس طبعا هو اسم تجاري IPS إمبريس. IPS هو طبعا اللي أخذ هذا الموضوع كمشروع عالمي هي شركة سويسرية اسمها ايفوكولار، عشان كذا سموا المنتج حقهم طبعا ايفوكولار بريسبل سيستم مختصرة IPS، وعملوا منتج سموه امبريس. كلمة امبريس كلمة بريس مأخوذة من التكنيك اللي هو بيستخدموا عملية ضغط الخزف الساخن في الكافيتي. طيب IPS امبريس هذا هو طبعا نتكلم عنه كتاريخ، وفي عام 1983 في جامعة زيورخ في سويسرا هم اخترعوا الامبريس، وبعدين شوية شوية في 86 بدوا يعرضوه في السوق، إلى أن اشترته هذه شركة ايفوكولار، وبدوا في 90 في يعني تسويقه. بس اللي بيهمنا نعرف الآن الامبريس ما هي المادة. المادة المستخدمة كبلوكات أو كقوالب هي مادة خزف شوية ضعيفة اسمها ليوسايت رينفورست، وكان ما يستخدم لأنها ضعيفة ما كانت تستخدم إلا في السنجل يونيت ريستوريشن في أسنان أحادية بالذات في الأمام لأنها ضعيفة شوية. شوي شوي العلماء قالوا طيب ليش ما نتطور نشتي في الأسنان الخلفية، فقالوا بنعمل بعدها بسنتين يعني إمبريس 2 النسخة المطورة منه. كان في ديفلوبمنت في تطوير في الإمبريس 1 فبقي إمبريس 2، غيروا في الماتيريالز فبقيت بدل ما هي ليوسايت رينفورس بقيت الماتيريالز في إمبريس 2 ليثيوم داسيليكيت، مادة جدا حلوة جدا مشهورة بيكون عندها هاير سترينث إذا قارنتها بالنوع الأول اللي هو ليوسايت. إذا مهم نعرف الفرق بين إمبريس وإمبريس 2، الماتيريالز اختلفت وبالتالي كان عندي هاير سترينث. إلى أن جاء عندنا الإي ماكس اللي عمل ضجة إعلامية قوية إلى اليوم، اللي هو من نفس المادة الإمبريس 2 ليثيوم داسيليكيت بس مطورة شوي، حنشوفها هذه في المحاضرة السابقة. الليثيوم داسيليكيت جلاس سيراميك، وحنتكلم كمان عن الهاي سترينث زيركونيوم أوكسايد. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثالث والأخير من محاضرة الأول سيراميك إن شاء الله.